لك شو يدفع ما يدفع؟ لك ايه بدك تدفع ورجلك فوق رقبتك؟ ليه طب تستناك؟ ها؟ كنا عم ندينك لحالك وماشي الحال، ام لا؟ راح شغل الضيعة كلها معه وكله بلش على دين دين دين. اخ تسألون ايمتى الدفع؟ بيقول لك على القبض، وايمتى القبض؟ وبعدين ما في قبض. لك انا شو دخلني؟ ما في قبض. يا هلا هلا. جاي بابا. عادي يا بنتي محلي شوي، واصل مشوار صغير وراجع. ايه تكرم. لك وين رايحة؟ هون الدكان. يلا ما في قبض؟ على القبض؟ لا لا، فوق ما عملت حسنة. ها ما في قبض. لكن مال مو مالهم، ينكسر غيرهم معلش. هي دكان حرام. ها ما في قبض. قل له يلا على الموسم. خير خير يا خليل افندي. ليش عم تحكي مع حالك؟ ابو نايف الله يرضى عليك اتركني بحالي. ها لكن اللي رايح ماله رايح عاله. شو سرقوك؟ الله لا يوفقهم ولاد الحرام. ليكون حسان له علاقه لروح خبر ام نايف. صالح يا ام صالح، عمي حالكم؟ ما في حدا. انا بعرف انكم جوا، بس وين بدك تروحوا مني؟ مصرياتي وبدكم تدفعوا على اخر باره. شاطرين تتدينوا. ها الوقت اللي قلك يا ام صالح عم تكتري اخذ اغراض، صرت تقليلي. الحمد لله جوزي لقى شغل ويمكن اليوم القبض، وانا جعل عمري ما قبض. ما يعطيك العافية. الله لا يعافيكي لا انت ولا جوزك. خير خير؟ شو صاير؟ شو صاير؟ الناس مضحكت ابوكم تشغلون 10 ايام ببلاش. يا ام نايف ابو صالح اشتغل مثله ببلاش. ببلاش؟ لا تستغشمونا، جوزك قبض اجره. اجره شو؟ وفالكم كل ديونكم ومو عاجبكم. الله بيعلم قديش كنتم متدينين. طلع ولا احمر. ديوننا؟ لا يا ستي، ابو صالح ما كان يرضى. ما كان يرضى؟ الله لا يوفقكم. 10 ايام وهل شو شغل بالنافعه؟ لك ايدي شققوا من الغسيل والجلي. الهي وسيدي مولاي، ايش مات فيك انت وجوزك ابو صالح؟ امشي يا حمار. ها يا سيدي، وتخبى مثل الصوص ما كان يبين راسه. قال مسؤول، قال الله لا يوفقه. 2350 ليره، ليره تنطح ليره يا ابو نايف. ايه بعمرك مالك شايف هون لتشوف جلده راسك. انت غلطان ابو نايف، ما ولدت مره اللي بده ياكل فرنك واحد على خليل. انا خليل على سنه رمح، والله لا اسحبهم من عيونه وسحب. لك صعيب المناسبه، هذا الفلتان ابن حماك وينه؟ ما عاد بيان. كمان لك معه مصاري؟ معلوم، صار موظف. وظفوا ابو صالح افندي وبلش يسحب. نقول له ايه ما تقول على القبض، وايمتى القبض؟ بعد كام يوم. ايه ما معه منين بده يعطيك؟ ولو بسلامة اخته وصهره العزيز. انت قلتها اخته، انا ما دخلني. لو كان اخي كنت انا بدفع لك. لك حاج حاج لك ابو نايف، خلي الطابق مستور. ام نايف هي الكل بالكل، وانت عدم المؤاخذه يعني هوا ولا شيء. شو هالحكي هذا خليل افندي؟ انا رجال بالبيت وبس. اسكت ابو نايف، هلا لو كنت رجال ما كنت صبرت عليها كل هالسنين. مره نقدر وما بتجيب ولاد حايله وكل شيء بايدها. بعدين انت ما فكرت بالمستقبل؟ ما فكرت يجيك ولد يورث املاكك وارزاقك؟ لك هلا انت عم تشتغل وترقد ترقد لمين؟ اه فهمني لمين؟ اختي الله يرضى عليك يعطيني اياه، ولك علي بكره بس انجح بالبكالوريا واخذ الشهاده واتوظف لرجع لك اياهم من اول راتب وفوق حبه بركه. عيش يا قديش لينبت الحشيش. وين بدك تاخذها للشهاده يا حبه عيني يا بعد عمري انت؟ انا هلا سنه خامسه بكالوريا، يعني صار عندي خبره منيحه الا ما اخذها. لك ياخذك ابو ملعوني اشك ايش؟ صار لي 4 سنين بسمعها انا لهالاسطوانه، كل سنه بتقول لي سنه،
اختي بهون عليك خليل افندي يفضحني مشان 265 ليرة. العمان هلا كانوا 165 ليرة وبس. هاي المية بدي اصرفها بعدين. فشرت عينك. يعني حسان انا رح اعطيك ال 100 ليرة اذا بتساعدني بس بسقاية الارض. بعدين بعطيك ال 65. امري لله اختي. موافق. ها حسان هون؟ اهلين ابو نايف. شو عجيبة يعني؟ جاي لبيت اخته. اللي شو بدها؟ مو قصدي بس لك بس شو بس شو دغري بيقول لي بس شو احكي. خليل الدكانجي عم يسأل عنه. عم يسأل عني؟ عم يسأل عني اختي. تسلموا ايديك. روح تقبرني. روح ما عاد ابونا بايديك. ايه تقبرني. روح بقى. شوفي ما في شيء. روح. عمي خليل 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 ان شاء الله يكون ما تكون ارتحنا منه من نقه. مات ما الله لا كان شاب القلم سيك ولا سيك ولا شو مات سيك تعال امسك لي السلم رجلي عم توجعني امسكها منيح ما اقلبها ان شاء الله معافى. اجل اعمالك ولا حاجه تهز حاجتي ضربه الله لا يوفقه اللي كان السبب لك حاجه عملتني نوايم لك حاجتك بقى. مو انا شبابك كنت موتوني لحتى تموتوا الدينات بس لا لك خليل بالمرصاد ولا خلينا ياك يا عمي خليل قولنا بعمرك لك وين كنت متخبي مريت لعندك كذا مره ما شفتك بالايادي عمي خليل بالايادي بين الايادي وقت بدكم مصاري وتدينوا وعند الدفع كلكم بتهربوا باطل عمي خليل شو الحكي اللي عم تحكيه يا انا بنفسي جاي لعندك ما بفيدك كل الحكي مد ايدك على جيبك وشيل مصاري مد ايدي انا اللي بمد على ايدي ايه خلصني ليكو لك خلص بقى لحظه ليكو اللي مره مظبوطه شو قلت لي اسمك حسان الصفحه الخامسه جدول الثالث ايوه وهي 100 بايع لي 65 ليره خلص لف عمي خليل لف شو انا هي بسنا لك ايديك شو بدك بسلك شيء تاني بعدين هالكم يوم جيب لك ياهو هالكم يوم يعني كم يوم يعني شغله جمعه زمان مو اكثر من 3 اشهر بكونوا عندك ايه اذا جمعه زمان امري لله انا مستعد استني لسه هالدرسان ابو صالح الله لا يوفقه 2350 ليره هلا دخلك عم تشوفه لابو صالح هذا يا سيدي شفته انت اليوم الصبح نازل على المدينة بس وين غاطس الله اعلم السلام عليكم وعليكم السلام و75 ليرة صاروا وهي 10 كازوز